الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية هي ضمن كثير من آيات القرآن التي تأمر الناس باتباع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله سبحانه وتعالى وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من عند الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنه متى ما خالف المسلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل عن صراط الله، وقد ضل عن طريق الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، وله عذاب مهين. ولذلك الإنسان يا أخواننا لابد أن يعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم شعائر وشرائع الإسلام، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هذه شرطية، من شرطية، ويطع الرسول هذا فعل الشرط، فقد أطاع الله هذا جواب الشرط، أي أن من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما أطاع الله. فهمت؟ والإنسان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في العقيدة تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلا تدع من دون الله، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يقع عليه الصلاة والسلام في الشرك. ربنا قال: فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين معناه شنو؟ من المشركين. الدليل شنو؟ ربنا قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية آية واضحة جدا. جو الصوفية لخبطوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، يقول لك تنادي الأولياء، تنادي المكاشفي، واحد يكتب لك في البص السياحي اليوتون يقول لك المكاشف الشهير من التأخير، هزول وشحم الشحم بتاع اللساتك، فهمت؟ واحد يجي يقول لك يا الكباشي من الغاشي، يعني من المصائب الجانانة، فهمت؟ ما عرف لك يا وتحسونا من المدفونة، شرك. خلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنادي الركين، أنا ما عارف ده من شنو، فهمت؟ وأبشره راجل مرة، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى خالفوا أمره وخالفوا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، خلوا، فهمت؟ في باب ثاني، باب عدم يعني ادعاء أن الأولياء يعلمون الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن في أحاديث كثيرة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولما جاءت جارية في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وعندها جوار يغنين مما تقاولت الأنصار يوم بعاث، واحد يقول لك شايف انتوا الأحاديث دي بتدسوها ليه؟ جواري يغنين، واحد تلقاه مسطول بس ما فيهم من الحلقة إلا الكلمة دي. طيب جواري دي ما بخش فيها والدلمين بصلعة، تعرف جارية معناها شنو؟ معناها لم تبلغ الحلم. والدلمين جارية يا زول انت بتنجر ساكت، الذي بتنجر ساكت يقول لك يا زول هاي انتوا الحديث دي داسيننا، يا زول ما داسيننا، انا ديس حديث كيف؟ من يطع الرسول
فقد أطاع الله ماذا سنه، لكن زولك ده ما بخش فهمت، ولا كمان نجات غرزة ورشخور ومين سفنجات وبتاع دلقان ديل برضو ما بخشهم فيه لأني ما جاريات يا زول، الواحد أشيلك في صفات أقول لي دي جارية فهمت، فديل ما جواري. وهذا في العرس، العلماء قالوا ده في العرس، وما في موسيقى ولا أغاني، وإنما في الدف. الدف ده زي الطار بتاع المداحين، ده حق النسوان في الشريعة ماسكينه المداحين فهمت. والله أنا بكلمك بشريعة أنت قاعد ساقط وما بتقدر تغارتنا فهمت. فده البجوز لجواري، الجواري ديل كمان ما يمتهنن الغناء، يعني ما يكون حرفتين بيقول لك فلان عنده عرس أي نسوان براين أن إحنا ذاته مع الشروط، يقول لك برضو إحنا مع الشريعة، نحن مع الشريعة جواري براهن نسوان براين وجواري ما بلغنا الحلم، لكن يقول لك جيب لنا بالله طيور الجنة، ديل عطالة ساكت، ديل صوفية غناء طيور الجنة وغيره، ده لعب ساكت، ما يمتهنن الغناء. ولا يقول لك والآن نبقى مع فاصل مع الصوت الصاعد، معرف زعموطة دلوكات وملكة الدلوكة يا زول تمهم في مخك. فده إذا جاز بجوز في العرس ويكون للنسوان براين، أبشنب ماف أبشنب لو جاي يكسر كراعه طالع يقول أرجع ما عندك أي حاجة فهمت. الناس ما شغالة بالمواضيع دي، واحد يقول لك يا مولانا ما أبو بكر قال له دعهن فإن اليوم عيد، جيب الربع يا زول، ربع بتاع شنو فهمت، ده ما عنده أي علاقة، أنت بتجيب كلام في وادي وده في وادي. الشاهد من الكلام ودي نمرة اثنين، ما يكون مصحوب بموسيقى، ما يكون فيه كلام فاحش، ناس ينو دق الباب وجانا ونسيت السفنجات ده برضو ما معنا فهمت. الكلام الفاحش كله ما بيجوز. فقال كان يندبنا من قتل من آبائهن يوم أحد، قال فكانت جارية تمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وفينا رسول يعلم ما في غد، قالت الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب بكرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله، فهمت؟ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان ده أخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا لا يجيك شيخ طريقة تجانية ولا قادرية ولا نقشبندية ولا السفيه السافل الجايبينه الأيام الجاية دي، الجفري واحد يمني بليد فهمت، كذاب مفتري جايبينه لنا عشان يزيد لنا الطين بله، احنا ما كفانا بصلعة حميدة وحمد منتصر إزيرك وغيره عشان يجيبوا الجفري، جابوا الجفري اتأكد حتقيفوا صف للعيشة الوحدة، والله تقيفوا صف للعيشة الوحدة، مش السافل ده جاي ده بقول لك ده ابناء، يقول لك تنادي علي الجفري، يقول لك تنادي علي بن أبي طالب من دون الله وتتمسح بالقبور، وشيخه شيخ الطريقة النقشبندية واحد من أخواننا قبل شوية بيكلمني قال لي أنا شفت له مقطع فيديو شيخه جاوب بتاع قناة الجزيرة، قال له طبعا أنت طريقتك منتشرة في العالم ودارين نعمل معاك لغاء، واحد ماسك أعماله قال له بعد يومين قال له أبشر لقد وافق الشيخ بهذا اللقاء مع قناة الجزيرة بعد أن اتصل هاتفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، دل يا زول تكذب علينا نحن، قال والرسول صلى الله عليه وسلم أزلوا وقالوا تدفعوا 10,000 دولار ولا حاجة زي دي، الرسول قال لهم أدفعوا 10,000 دولار ناس فرانكلين ريليتيف فهمت، أبصلع دولار أبصلع، قال تدفع 10,000 حتى بعد ذلك قال تقابلوا قناة الجزيرة. يا ناس شوف الكذب ده جايبينه لنا نحن، ده يقول لك الرسول بيعلم الغيب والأولياء يعلموا الغيب ويجيبهم لك القنوات قناة درمان وقناة النيل الأزرق وغيرها من القنوات، هؤلاء ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخواننا الزول الدار يخش جهنم بأقرب طريق، أمسك أي طريقة في راسك في السودان، ونحن الكلام ده والله نقول لك في أي غنى مستعدين، أي مخلوق يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع مستعدين نناقشه في هذه ال- 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 القضايا التي يثيرها وينقض بها هؤلاء عقيدة الإسلام فهمت. زول الجفري جايبينه زول بيسيل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شفت له مقطع قبل فترة يسيل النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب كذب غريب، يقول لك هذا الحديث رواه مسلم، واحد تابعه قال له الحديث الزعمت إنه في صحيح مسلم لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة،
زول نجار نجر أخضر، فهمت؟ فده الناس مجرمين. نبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي دجالون كذابون 30 يأتونكم بالحديث ما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم. ولذلك واجب المسلم يا أخواننا إذا وجد واحدا من أهل الضلالة أن يبتعد عنهم. قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالإنسان يا أخواننا اللي بيجيب الباطل والضلال ما بيجوز للإنسان إنه يستمع له ولا يقعد معه. خليك يا أخونا خليه أي زول دار استحضر خليه استحضر، ما هبشناه أوعد تسمع للبرعي، فهمت؟ ما تسمع لأي شيخ فكبت على طريقة ولا زول مضل، لا تسمع لبرعي، لا تسمع لكباشي، لا صايم ديمة، لا غيرهم من الفكا بتاعنا الصوفية دين، كلهم مجموعة من المجرمين والدجالين. خليه كورك يا زول، أنا بشتغل بالمايك وربنا بوفقني، خليه ما تشتغل به يا زول، فهمت؟ إحنا مسكنا له الشيوخ والأولياء بتاعنه ديل، قلنا لك ما بيعملوا حاجة، ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نحن ولينا كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بعدين انت تقعد تدافع لك عن بني آدم زول أبوك الشيخ ده بيأكل وبيمشي الحمام، فهمت؟ وبيتعب وبيمرض وبيشقى وبيبأس وبيجوع، انت تقعد تباري وتمسك في زول زي ده ولا تلجأ إلى الحي الذي لا يموت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، وربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يربط المسلم قلبه وأن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن يكفر وأن يعتقد بطلان عبادة من دون الله ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان واحدا من الأئمة الأربعة ولو كان صالحا من الصالحين. ما بيجوز تصرف له والعبادة. الكلام ده بنقوله رضيت ولا ما رضيت، فهمت؟ بنقوله عندنا أدلتنا، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قال ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الليلة في السودان عندنا كم إله؟ قل لك عين يمين تلقى بسكين، عين شمال تلقى الكمال، عين وراء تلقى بشرة، عين فوق تلقى أهل الزوق، عين تحت تلقى بميسك، عين صعيد تلقى عوض الجد. ده مشرك بالجهات الستة، فهمت؟ وإبليس كما جاء في سورة الأعراف قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس فما استطاع إبليس أن يقول ومن فوقهم لأن الله من فوقهم. إبليس يكون أحسن منك؟ إبليس يا صوفي يكون أحسن منك؟ تقعد تنادي لك في الرجال يا واتحسونا يا زول ما تشد حيلك، ها؟ تنادي واتحسونا وتنادي ما عارف برعي وغيره، ده كله باطل وشرك بالله سبحانه وتعالى. نادي الله، داير أكل بديك، داير جنة بديك، داير مال بديك، داير نجاح بديك، داير شفاء من مرض بديك، داير شنو أنت؟ تسأل الله سبحانه وتعالى أي حاجة. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله بقدر معلوم. أما ناسك ديل لو افترضنا إنهم صالحين ما حيقدر يديك حاجة. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه
ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك أخواننا نحن مشكلتنا هنا في السودان وفي كثير من ديار المسلمين، وهي التي أخرت المسلمين، وهي التي جعلت أمم الكفر تتكالب، وجعلت أمم الكفر يقوى قلبها على قتال المسلمين، إنه نحن فاقدين العقيدة الصحيحة. فهمت؟ عشان كده أي دولة بتلقاها بترجف. السعودية لما قالت دارة تردو من داعش جوا، الجماعة كلهم بيقوا يكوركوا. أمريكا كوركت، روسيا كوركت، فهمت؟ وإيران كوركت، بيقوا يكوركوا. لا وما تجوا كده، الموضوع يا زول توحيد. هناك ما في 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 قبة اللبنية في كلام زي ده. اكتب لي حجاب من راسي لكرعية، واحد قال لي ده حجاب ولا برول، اكتب لك حجاب من فوق لتحت. ما في عوز زي ده، ما بتلقى لك زول عنده عقيدة سيئة. وهناك الصالحين عندهم واحدة برضو جايبيننا، واحد رسل لي في رسالة في الواتساب كويس، واحدة سعودية لما مشت مصر، في واحد مصري موهوم، ما كل المصريين طبعا، لكن واحد موهوم زي الجماعة بتاعنا ديل، طبعا العينات دي موجودة بكثرة جدا، فهمت؟ إلا من رحم الله. قال لها اسمع انت مش دارة تبقي كويسة؟ قال لها نادي الحسين هنا. قالت لي انت مخبول، جده هناك قاعد ما نادينا وننادي، وهنا تبهو في مخط. يا زول انت ما تخليك زول بليد، امسك في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل بديك، لكن تقعد في الاولياء ما. يا اخو واحد مجنون، عم انا بحكي لي قبل فترة امبارح، واحد مجنون الجماعة مربطينه في عمود كبير جدا في شعبة كبيرة، بعدين الدرويش بيأكلوا قالوا عسل عشان العسل فيه شفاء، وبيدوا لك بيضرب ممتاز، مربط فوقه بيضرب، بقى قوي المجنون، فهمت؟ مرقوا بيجاي المجنون قلع العود وفرتك، قام حصله بعيد دارين يرفعوا العود ما قدروا، جو راجعين بالمجنون، جو واحدين مساكين للشيخ ستة انفار في بوكسي، قالوا له يا اخي عندنا مجنون مرق بعود وكذا وبتاع، فعليك الله جيبوا لنا العود ده. الجماعة مرقوا بالبوكسي وبعد تعب شالوه، لما جاي ينزلوه ما قدروا. واحد من الستة قاعد يرفع، قال يا ابو يا الشيخ الكباش، برضو ما قدر. المجنون قاعد يضحك، قال عليك الله ستة انفار ومعاكم الكباشي ما قادرين ترفعوا العود، فهمت؟ يا زول كباشي بتاع شنو؟ صايم ديما بتاع شنو؟ ادعو الله براه، فهمت؟ تدعو الله سبحانه وتعالى، ده الدين الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.